طيب بدنا نحكي على شغلة مهمة في أي متجر إلكتروني أنتم ممكن تقوموا تطويره، حاجة اسمها الـ Product Variants أو الـ Product Options. تمام، موضوع إنه أنا بضيف Option على الـ Product نفسه. على سبيل المثال هذا عندي هذا الـ Choose فيه عادة مثلا زي ساي أحجام Sizes، وبالتالي أنت لما تيجي تشتري تمام انت بدك تختار المقاس. نفس الشيء بينطبق على الملابس، مثلا سمول ميديوم اكس لارج، بعض الاحيان الالوان انت ممكن بدك تشتري تيشيرت، هذا التيشيرت له الوان، فانت ممكن تلاقي انك اوبشن تختار غير المقاس، تختار كمان اللون. هذه احنا بنسميها البرودكت اوبشنز او البرودكت اتريبيوتس، وهذا طبعا بيجي منها نوعين. في برودكت اتريبيوت مجرد انه بختار الاتريبيوت بس، هذا الاتريبيوت ما بيأثر على السعر، يعني مثلا لما اغير المقاس ما بيأثر على سعر المنتج. في بعض الاوبشنز ممكن يتغير على سعر المنتج، ممكن هذه الشغله في الجوالات. انا الجوال مثلا نفس الجوال لما يكون مثلا 64 ميجا الرام بيختلف عن 128، هلاقي في اختلاف في السعر. تمام، لما يصير عندنا اختلاف في السعر هنا ممكن نسميه حاجه بنسميها البرودكت فيريانت، انه زي متغير من هذا المنتج. فكيف بيتم تطوير موضوع التعامل مع موضوع البرودكت اوبشنز او البرودكت فيريانس؟ كيف بنحلل الداتا بيز تبعتها؟ اليوم هنتكلم بس على تحليل الداتا بيز، وطبعا بعد هيك بتصير الواجهات بتعتمد كيف انا هشتغل موضوع الواجهات. احنا اوريدي بنينا ستور خلال الكورس تبعنا، بس ما تكلمناش على البرودكت اوبشنز ولا البرودكت فيريانس، فممكن الان نضيف الخاصيه هذه في المتجر تبعنا. هنشتغل مستوى المودلز والميجريشن اليوم فقط. نسكر بس تيرمينالز. اول شغله انا في عندي حاجه اسمها الاوبشن او الاتريبيوت. على سبيل المثال هنا سايز هذا عباره عن اسم الاوبشن او اسم الاتريبيوت. الخيارات اللي تحت هي الاوبشن فاليوز او الاتريبيوت اوبشنز، يعني الاوبشنز الخاصه بهذا الاتريبيوت. طبعا لاحظوا كلمه سايز نفسها كاتريبيوت ممكن تختلف من منتج لمنتج، يعني سايز بالنسبه للاحذيه ارقام، السايز بالنسبه للملابس ممكن يكون ارقام مختلفه، او زي ما حكينا لارج ميديوم سمول. السايز بالنسبه للشاشات، شاشات التلفزيون بوصه، يعني ارقام بالبوصه. فالاوبشنز هنا مختلفه، يعني ما بتكونش مرتبطه بالاتريبيوت او كل اتريبيوت او كل اوبشن حتى لو كان نفس الاسم، بس هو فعليا قيمه مختلفه ممكن تكون عن الاخر. وهذه الشغله لازم ناخذها في عين الاعتبار، لانه انا لو انا بدي اثبت انه يكون عندي سايز واوبشنز محددين تحتي، يبقى انا هيك حكون مقيد داخل الاوبشنز اللي انا ممكن اتوجه له. عاده وانا ممكن اعمل جدول للاتريبيوتس نفسها، يعني كلمه سايز هذه خلاص اكون مثبت عندي في النظام، سايز كلر وكذا. وطبعا هذه ممكن تكون متغيره، بمعنى ممكن اخلي اليوزر او الادمن يدخلهم، او انا ممكن اكون مثبتهم. الافضل يكونوا متغيرين، يعني ممكن اللي بيضيف المنتج او صاحب المتجر يكون قادر يضيف الاتريبيوت. عشان هيك على الاقل ممكن نعمل تيبل مع موديل تبعه بي اتش بي ارتسان، ممكن نسميه اتريبيوت او برودكت اتريبيوت او اي اسم تختاروه، انا اسميه اتريبيوت مع ملف الميجريشن بي اتش بي ارتسان ميك موديل. الاتريبيوت تبعنا هو مجرد تيبل بسيط بيحتوي على حقل لاسم الاتريبيوت، يعني اي دي مع تيبل سترينج. تايم ستامب هذا ما بتهمنا كثير، يعني وقتش تم اضافه الاتريبيوت مش معلومه مهمه. ممكن هنا شغلتين، هنا ممكن نعمل شغلتين، ممكن اخلي الاتريبيوت عامه، ممكن اربط هذا الاتريبيوت بالمنتج، يعني هذا الاتريبيوت لهذا المنتج، يعني تمام. لانه زي ما حكينا ممكن في الاحذيه هذا الاتريبيوت للحذاء مثلا السايز تبعته بتختلف من حذاء لحذاء او شيء، بس هنا حكتر يعني هلاقي كلمه سايز متكرره كثير. ف
فانا ممكن الجا ان اخلي اتريبيوت عامه، وفي مكان تاني اربط اصير علاقه ماني تو ماني ما بين البرودكت وما بين الاتريبيوت، انه هذا الاتريبيوت ممكن يطبق على اكثر من منتج، والمنتج ممكن يكون له طبعا طبيعه الحال اكثر من اتريبيوت. فانا حتوجه هذا الاتجاه، مش حضيف هنا البرودكت اي دي، مش هعمل علاقه 1 تو ماني ما بين البرودكت والاتريبيوت، هعملها علاقه ماني تو ماني. طبعا هنا اكيد بلزمنا الجدول الوسيط تبعها. PHP artisan make migration خلينا نسميه create. طبعا بدنا نلتزم بالتسمية الافتراضية تبعت لارافيل في الجدول الوسيط، يفترض اتريبيوت برودكت لانه نمشي احنا ابجدي، لكن انت عادي لو ما بدكش تلتزم بالتسمية هذه فيش مشكلة. تمام، products على سبيل المثال ممكن احكي products attributes، بدي اغير كل الاسم table. هذا التابل هيحتوي على 2 foreign keys على الاقل، table foreign id للproduct. طبعا اكيد constraint، واكيد لو انحذف البرودكت فاكيد انا ما بيلزمني. طبعا constraint على جدول البرودكت نفس الكولوم بس للاتريبيوت. طيب الاثنين مع بعض بيشكلوا لي البرايمري كي. الآن هنا ممكن أضيف موضوع الأوبشنز، أضيف إنه هنا الأوبشنز الخاصة بهذا الأتريبيوت، يعني المنتج هذا مع الأتريبيوت هذا له أوبشنز 1 2 3، لأنه مثلا الأحذية نفسها هذا الحذاء ممكن يكون له أوبشنز مقاسات مختلفة عن حذاء ثاني، يعني شيء مش ثابت صح؟ في الملابس في بعض الملابس فيها مقاسات مثلا ميديوم سمول لارج، لكن في ملابس نفس الشيء ملابس ثانية بس فيها بس لارج، يعني هو هذا المنتج متوفر منه بس حجمين على سبيل المثال. عشان هيك انا ممكن اتوجه انه اضيف في هذا الجدول وهستخدم هنا حق الجيسون، ممكن الجا للجيسون كحل نسميه هنا الفاليوز تبعت هذا الاتريبيوت. طبعا هذا بديل انه انا اعمل جدول وسط، يعني بدل ما اعمل جدول ثالث احدد فيه، او هذا ممكن اخلي انه يصير تكرار البرودكت اي دي والاتريبيوت يتكرروا ويكون عندي حق اسمه فاليو، الثلاثة مع بعض هم اللي برايمري كي في هذه الحالة. طبعا انا بدل ما اكرر ممكن اخزن كل الفاليوز في حق الواحد على شكل جيسون، لانه ايش الفاليوز؟ هي مجرد وصف كلمة، فما فيش داعي اعمل لها مالتيبل روز. انا لو بدي ابسط يعني الشيء ممكن اعمله بالطريقة هذه كنوع انواع التبسيط اللي انا ممكن ارجع، لكن لو انا بدي ابني فول ريليشن ممكن لا اشتغل الحقل بيحتوي على فاليو واحده، وبالتالي حفيلا عندي في هذا التيبل لكل منتج ممكن يكون اكثر من رو. تمام، الان هذا عباره عن بس بنحط الاتريبيوت. هنا في هاي الحاله انا بتكلم على منتج وله مواصفات، منتج رقم واحد له اتريبيوت رقم واحد والسايز الفاليوز تبعته هنا بنحطها على شكل اري في كجيسون اري المقاس 1 2 3. بس هذا ما بدنا هنا، ما بنتكلم عن الفاريانس الان. الفاريانس او الفاريشنز هو منتجات لها خصائص، بس هذه الخصائص لما انا اختارها بتغير على سعر المنتج. هذا التيبل احنا بس لو انا اضيف اتريبيوت بسيطه زي اللي شفناها في هذا المثال او في هذا المتجر، لان لما نتكلم على موضوع لا انا بدي اعمل فاريانت، يعني انا عندي مثلا لو انا غيرت القيمه هذه بده يتغير السعر. تمام، هنا لازم نضيف مكان للسعر، وطبعا هذا السعر مرتبط بالفاليو، يعني شو الفاليو حتكون ايش قيمتها. عشان هيك حنعمل موديل هنسميه
هنسميه ال variant أو ال product variant أو أي اسم تختاروه. make model variant مع ملف ال migration. تقريبا الجدول الفاريانس هو شبيه نوعا ما بجدول البرودكت، يعني اغلب يعني في بعض الكولومز الموجوده في جدول البرودكت هروح اكررها في جدول الفاريانس، لانه اتفقنا في النهايه الفاريانس هو منتج بس هو متفرع من منتج اساسي، فانا عشان ما اكررش كل بيانات المنتج الاساسي وفي نفس الوقت انا في بيانات بتتغير حسب المنتج الفرعي هذا، فاضيف بعض الحقول في هذا الجدول. طبعا اكيد كل فاريانت حيكون له اي دي، ممكن نحتفظ بالتايم ستامب انا وقتش انشاته فيش عندنا مشكله، مش كثير هو مهمه ولكن ممكن نخليها. الفاريانت اهم شغله فيه هو من اي منتج جاي، عشان هيك حنعمل ريليشن مع البرودكت اي دي، لانه المنتج الواحد ممكن يكون له اكثر من فاريانت. طبعا كونسترينت اكيد مع جدول البرودكتس، كاسكيد اون ديليت. الآن إيش اللي بيلزمني هنا بيانات؟ أهم يمكن أهم معلومة بتلزمني ها السعر، إنه هذا الفاريانت قديش هيكون سعره. وأي تفاصيل تانية ممكن الفاريانت هذا له صورة مختلفة عن صورة المنتج الأساسي، تمام؟ وكميته، يعني أنت إيش في أوبشنز بتختلف، يعني أنت مثلا ما يكون أنا عندي الجوال هذا الـ 64 جيجا في عندي 10 حبات 10 قطع وال 128 في عندي 5 قطع، يبقى أنا حميز. فأنت ممكن تضيف هنا كمان موضوع الـ unsigned integer مثلا الـ quantity. خلينا نحكي إيش في كولومز وبيانات أنت ممكن بدك تميزها ما بين الـ variant والمنتج الأساسي، بتعيد وضعها في هذا الجدول. يعني انت ممكن زي ما حكي ممكن احط هنا كمان حقل للصوره ايمج، بس ممكن تكون نلابل. يمكن دائما اغلب المنتجات نظام الاس كي يو كود، هذا من الشغلات اللي بتكون حتى الفاريانت بيكون له اس كي يو غالبا مختلف عن الاس كي يو الاساسي تبع المنتج، اللي هي الاس كيو عباره عن ستور كيبنج يونت، مجرد كود للمنتج. ايش زي ما حكينا ايش في تفاصيل خاصه بهذا الفاريانت نبدا نضيفها هنا. لان الفاريانت ايش هو؟ هو عباره عن كومباينيشن اوف اتريبيوتس، بمعنى خلينا ناخذ المثال هذا هيك على نوت باد نوضح فكره الفاريانت. لانه افترضنا انا عندي اتريبيوت اسمه سايز، هذا الاتريبيوت مثلا بيحتوي على لارج ميديوم، او خلينا يمكن عشان شغله لها علاقه بالسعر نتكلم على الجوال، ممكن يجي نتكلم على زي الميموري. عندي مثلا 64 جيجا، في عندنا مثلا 128، في عندنا ممكن مثلا 256. هذه الاوبشنز، هذه الفاليوز، هذا عبارة عن الاتريبيوت وهذا عبارة عن الفاليوز تبعته. الآن في عندي اتريبيوت ثاني مثلا الكلر، هذا الجوال بيجي بلونين مثلا بلاك وجرين مثلا وبلو. ممكن يصل انه يكون عندي كمان اوبشن ثالث، تمام؟ بشكل عام الان الفاريانت هو عباره عن خليط، بمعنى اكيد انا ممكن يكون اذا عندي ممكن يكون عندي جوال 64 جيجا لونه بلاك، ممكن يكون عندي 64 جيجا لونه جرين. لاحظوا هو فعليا كل اتريبيوت ضربته مع الاتريبيوت الثانيه وبلو. هكرر انا عندي نفس الكلام بلاك وجرين بلو بس لا 128 12. طيب كويس كبرونا، تمام؟ فهتلاحظوا انا صار عندي هذول الفاريانس، يعني انا عندما يكون عندي مثلا 2 اتريبيوت وكل اتريبيوت 3 فاليوز هيطلع عندي 9 فاريانس.
هدول بنسميهم الفاريانس. تمام، هدول مثلا هيكون ماخدين سعر معين، اكيد اللون مش هياثر على السعر، لكن ممكن يكون الاوبشن برضو غير اللون يعطيني سعر مختلف. هدول مثلا، بس ممكن هذا مثلا انا عندي في البلاك، انا عندي الكوانتيتي عندي قطعه واحده بس، هذا البلو الجرين عندي خمس قطع منه، اذا في اختلاف. تمام، في اختلاف هنا، يعني مثلا في عندي ولا قطعه من اللون الازرق مثلا، وهكذا. هذول احنا زي ما حكينا بنسميهم الفاريانس. اذا المنتج الواحد تبعي لما يكون له 2 اتريبيوت وكل اتريبيوت له 3 فاليوز، ممكن يطلع عندي 9 اللي هي 3 في 3 9 فاريانس للمنتج الواحد. وهذول هم اللي حيتخزنوا وين؟ حيتخزنوا هون في جدول الفاريانس، هخزن 9 فاريانس. طب الفاريانت الاول ايش مواصفاته؟ الميموري 64 والكلر بلاك. يبقى لازم يكون عندي كمان جدول يوصف هذا المنتج. كيف بدي اعرف انه الفاريانت الاول هو ال 64 مع البلاك؟ فيش اي معلومه في هذا التيبل تبعنا هنا بوضح انه هذا الفاريانت هو ال 64 جيجا البلاك، صح؟ هنا محتاجين كمان محتاجين نربط الفاريانت اللي احنا بننشئه مع الاتريبيوتس تبعته. تمام، عشان هيك احنا محتاجين كمان تيبل اللي هو نربط الفاريانت اللي احنا انشاناه هذا بالاوبشنز تبعته اللي هي الاتريبيوت. زي ما عملنا البرودكت مع الاتريبيوت، هنا هنعمل برضه الفاريانت مع الاتريبيوت. ممكن نعمل، هل انا محتاج اعمل له موديل؟ غالبا بيلزمش نعمل له موديل، فانا ممكن احكي بي اتش بي ارتسان ميك ميجريشن كرييت فاريانت مثلا، اسميه اتريبيوتس مش مشكله عشان نضلنا مرتبطين مع موضوع الاتريبيوتس تيبل. هذا التيبل هيحتوي على البيانات التاليه: فورين اي دي من الفاريانت، طبعا كونستريند اكيد مع الفاريانس تيبل تبعنا. في هاي الحالة لو انا حذفت الفاريانت اكيد الاتريبيوت تبعته كلها ما بتلزمني، كاسكيد اون ديليت. ممكن نعمل ريليشن مع الاتريبيوت نفسه، اتريبيوت اي دي كونسترين مع الاتريبيوت. مفترض انه احنا هنا نمنع حذف الاتريبيوت اذا في له فاريانت، فممكن اعمل هنا ريستريكت اون ديليت، مش هخليها كاسكيد. وانا عشان احتياطا ما بدي حدا يحذف اتريبيوت يكون في منتجات مرتبطه فيه، الا اذا كان هذا الاتريبيوت فقط خاص بهذا المنتج شيء ثاني. بس احنا مش عاملينه بهذا، احنا عاملينه علاقه ماني تو ماني، لان احنا حنضيف تيبل string او text ممكن تعمله لل value. لاحظوا انا ال value هنا ما عملتلهاش تيبل، ما عملتش لها ريفرنس، لانه ال value هذه بتتغير. ال 64 جيجا في الميموري غير ممكن تكون 64 جيجا المقصود فيها مثلا في الجوالات، فعشان كده ال value هنا حخزنها مجرد قيمه. يعني انا حيصير عندي variant واحد، الاتريبيوت واحد هو مقصود فيه السايز مثلا قيمته 64، ال variant واحد، الاتريبيوت اثنين المقصود فيه الكلر قيمته بلاك. يعني جيت كل variant من التسعه حيكون له هنا كم رو؟ 2 رو. واحد للاتريبيوت الاول، وطبعا لو كان عندي 3 اتريبيوت حيصير كل فاريانت له 3 روز اللي هو 3 اتريبيوت. تمام، هي الشكل. طبعا ممكن الاثنين مع بعض، اكيد هم هذول الاثنين مع بعض حيمثلوا برايمري كي. تابل برايمري لاحق ال variant، مكتوب غلط variant.
طبعا احنا بنحط الحقل السترينج عشان يقبل اي نوع من انواع القيم لما حطينا هنا فاليو. تقريبا هذه الجداول اللي احنا ممكن نستخدمها. طبعا وظيفه جدول البرودكتس اتريبيوتس ممكن في بعض الاحيان بس مجرد ان انا بخزن شو الاوبشنز تبعت هذا المنتج لو انا ما بدي اعمل منه فاريشنز، تمام؟ يعني في زي ما حكينا بعض المنتجات بس فيها اوبشنز زي قصه الاحذيه المقاس، مش لا تعتبر فاريانت. انت ممكن تخزنها كفاريانت وتخليها تحافظ على نفس السعر لو انت ما بدك تكثر. يعني ممكن هذا التيبل فعليا كله ممكن نستغني عنه، تمام؟ لانه فعليا البرودكت مع الفاريانت احنا بننشئه بيعطيني نفس القيم الاوبشنز هذه. فهذا ممكن التيبل في النهايه صار يعني مش كتير مهم، لانه ممكن نستعين بداله بالفاريانس مع الفاريانس اتريبيوتس. تمام. طب نعرف الريليشنز بشكل سريع ما بين المودلز اللي احنا انشأناهم. لان واضح انا في عندي علاقة ما بين البرودكت والفاريانت، العلاقة هي واضحة انه البرودكت الواحد has many variants. public function variants this has many variant attributes اللي احنا انشأناه variant model class. بالنسبة للفاريانت نفسه الريليشنز تبعته انه اكيد هو belongs to product، ممكن نعرف relation the product return this belongs to product وفي له ايش؟ الاتريبيوتس. لان علاقة الفاريانت مع الاتريبيوت ايش هي؟ علاقة ايش؟ وان تو ماني ولا ايش؟ ماني تو ماني. فين الجدول اللي احنا عملناه اللي سميناه فاريانس اتريبيوت هو علاقة ما بين الفاريانت والاتريبيوت. فهنا حنرجع الاتريبيوت class والجدول الوسيط product variance underscore attributes. طب احنا ملتزمين باسماء الحقول صحيح، فما فيش داعي نعبي باقي القيم. بس هنا لازم نعمل شغله with pivot. قد الجدول الوسيط اللي هو الفاريانت اتريبيوت بيحتوي على حقل اضافي هو الفاليو، انا اكيد حكون معني اعرف شو القيمه، تمام؟ فلما انا استخدم هذا الريليشن قيمه الحقل تبع الفاليو مش حترجع ضمن الايش البيانات اللي مع الريليشن هذا، فلازم نحكي لهم بشكل صريح with pivot ونعطي له اسماء الكولومز بديها ترجع. انا في عندي كولوم واحد اللي هو فقط الفاليو، ممكن بدكم تغيروا الاز هذه ليش بنستخدمها؟ قلت لما انا ارجع علاقه ماني تو ماني بيرجع لي بيانات الاتريبيوت وبيرجع لي اوبشن اضافي اسمه بايفوت جوا القيم اللي في الجدول الوسيط، بس اسم الاتريبيوت بايفوت. انا ما بدي اغير اسمه من بايفوت لاسم ثاني، فهنا بنغير الاسم، تمام؟ از وبتعطوا له اسم ثاني. احنا ايش ممكن نسميه هنا؟ از فاليو options
مش كثيرة مهمة، لكن عشان تعرفوا أنا ممكن نغير اسم، ممكن نسميها اوبشن. الاوبشن والفاليو تبعته مفيش مشكلة. الآن هذا هو شكل البيانات، كيف اللي احنا كيف ممكن نحل الداتابيز. الآن هذا الشكل في ممكن من أشهر مواقع الإي كوميرس حاليا، يعني صارت منتشرة، في موقع شوبيفاي تعرفوه. أنا صحيح عملت عليه متجر بهدف التستنج فقط، كيف بيتعاملوا مع أول فيريانس. حكيت هفرجيكم كيف بيتعاملوا مع الفيريانس، وهتلاقوا التحليل اللي احنا عملناه مطابق للي هم يعني شغالين عليه. هذا منتج، هذه صفحة إضافة منتج. طبعا لاحظوا احنا تقريبا نفس البيانات، عندي التايتل، عندي الديسكريبشن، عندي الحالة تاعت المنتج. طبعا هذا هو مين التاجر، هو انا اكيد. البرودكت تايب المقصود فيه الكاتيجوري، هنا بيطلع قائمة بالكاتيجوريز. الكوليكشنز النظام، انه زي بضيف المنتج داخل مجموعات معينة. التاجز يعني نفس اللي احنا اشتغلناه. هنا موضوع الفيريانس، تمام. خلينا نعمل حذف لكل الفاريانس ونضيفه من اول وجديد. المفترض في ديليت، لان هو بيعطيني اوبشن في الاول من البدايه، هل انت منتجك بيحتوي على فاريانس ولا لا من البدايه، لان مش شرط كل منتج يحتوي على فاريانس. لان لما اجي اضيف فاريانس بيبدا يحكي لي طب شو عند الاوبشنز تبعتك. هم فعليا مثبتين الاتريبيوتس، يعني موقع شوبيفاي مثبت الاتريبيوتس، هو عامل اتريبيوت سايز وكلر وماتيريال وستايل، هذه الاتريبيوتس اللي انا حكيت عنها. احنا عملنا نظام لا، انه ممكن نسمح بتدخيلها. انا لما اجي اختار سايز بيحكي لي طب ابدا دخل شو القيم. زي ما حكينا، لو حكينا مثلا عندي اكس لارج فاصلة، مثلا عندي لارج ميديم مثلا وسمول، يعني ممكن عادي خلينا نحكي الاربع احجام المعروفة. انا اروح اضيف اوبشن ثاني، انا فعليا صار انا عندي هذا المنتج له اربع فيريانس، هو اخذ باي ديفولت السعر الاساسي للمنتج، بس انا بامكاني اغير لكل منتج لكل فيريانت الاوبشن تبعه، وهي الكوانتيتي وهي الاس كيو. ولاحظوا ممكن اضيف بعض التفاصيل الثانيه. لو رحنا اضفنا another option، حكينا مثلا زي الكلر، وحكينا في عندي لونين مثلا زي البلاك والبلو، حلاقي انه صار الفيريانس عندي الاكس لارج بلاك وبلو، اللارج بلاك وبلو، الميديا بلاك اند بلو. طبعا نفسهم. الان لو في اختلاف في السعر ممكن نتحكم هنا، وهذا اللي احنا بنينا فعليا. انا صار عندي فيريانت، كم فيريانت عندي ها؟ 2 في 4 8 فيريانت، كل فيريانت له 2 اتريبيوت اللي هو السايز والبلاك والكلر. طبعا هم عاملين ميزه كمان، بس نعمل سيف. انه انا بعد ما اضيف بامكاني اصلا اتحكم بالفاليو تاعت السايز، يعني اوكي انا الطريقه اللي استخدمناها فوق هي تسريع لاضافه الفاريانس، بس في النهايه الفاريانت هو مجرد اضافه فاريانت بهذا الشكل. لو عملنا اد فاريانت هو مجرد انه بختار شو الاوبشنز، بحط اي كلمه بدي اياها في السايز، اي قيمه بدي اياها في السايز. عشان هيك احنا صممنا اتريبيوت فاريانت، عفوا لما صممنا تيبل الفاريانت اتريبيوتس انا خليت الفاليو اي قيمه انت ممكن تدخلها. الاتريبيوت اي دي لانها قيمه ثابته واضحه، كلمه سايز، يعني في عندي اي دي للسايز معروف، في عندي اي دي للكلر معروف، تمام. وهنا باقي الاوبشنز، البرايس والانفنتوري الكوانتيتي والاس كيو والامور الثانيه. بعد هم طريقتهم في اضافه السعر، لما تيجي تعمل سعر خاص عشان تضلك انت. احنا لما اشتغلنا ايش عملنا؟ عملنا حقل اسمه برايس وعملنا حقل اسمه سيل برايس. صاينوا الطريقه هذه، وهنا كنا ايش بدنا نصير نعمل؟ لازم نفحص اذا كان في قيمه في السيل برايس، يبقى اخذ قيمه السيل برايس بدل ما اخذ قيمه البرايس. هنا عاملين هم طريقه يعني صاينه، انا عجبتني انه انا بدخل البرايس، واذا في عندي سعر خاص
تمام. اجيت السعر الاساسي كان مثلا، السعر الاساسي كان 25 تمام، اجيت انا بدي اعمل عرض على هذا المنتج بدي اخليه ب 20، فبغير سعره ل 20 وبحط سعره الاساسي في الكومبير عشان يصير هو دائما خلص السعر دائما باخده من حق الواحد البرايس، والرقم هذا بدي اظهره في الشاشه الخارجيه انه مشطوب عليه هو الرقم اللي احطه في الكومبير. هيك انا في الكود تبعي دائما بشتغل مع حق الواحد اسمه برايس، بدل ما اقعد افحص هل انا اخذ السعر من البرايس ولا اخذ السعر من السيل برايس. هنا عامل نظام للتاجر نفسه قديش هذا المنتج اصلا حقه، مثلا هذا علي ب 17 يبقى انا عندي ربح 3 شيكل مثلا. عاملين هذه طبعا ما بتظهر للكلاينت، كاستمرز ويل نوت سي ذس، هذا اسمه مجرد للتاجر. لو انت بدك تخلي السيستم تبعك يحسب له ارباحه ممكن تكون ده قول له يعني داخل سعر التكلفه وانت بتبيع بكذا فبتعرف الربح. هذه افكار ممكن يعني تستخدموها اثناء بناءك ولا اي متجر. لاحظوا في موقع زي شوبيفاي هاي القوائم اللي يشوفها التاجر مش كتير، مجرد اضافه البرودكتس الاوردرز اللي بتصلوا، وفي عنده جزئيه الكاستمرز اللي بيشتروا من عنده الاوردرز معلوماتهم، ويمكن والديسكاونتس الكوبونز. الكوبونز مجرد شغلة بسيطة، مجرد انه انا بضيف كود مثلا كود اسمه وين، اي واحد بيستخدم هذا الكود هياخد على خصم، مثلا بحدد نوع الخصم برسنتج بعطيله مثلا 10%، لا انا بعطي لك خصم ثابت 10 شيكل فيكست. ممكن اقول لك لا انت لو استخدمت الكوبون هذا مثلا هو حسب الاوبشنز بعطي لك فري شيبينج. تمام، انه انا بعطي لك خصم يعني بعمل لك شحن مجاني، هذا نوع الكوبون. يعني هذا ممكن افكار تفكروا فيه لما تنشئوا كوبونز، لكن في النهايه الكوبون فكرته الوحيده كود وقيمته. لما يجي الشخص يعمل تشيك اوت بدخل هذا الكود، فانت بتفحص شو القيمه القسم اللي حياخذها بناء على الكود اللي دخله وبتحسب له الخصم بناء عليه. ممكن تحط قيود على استخدام الكوبون اللي هو كم مره يتم استخدام هذا الكوبون. مثلا انا كحد اقصى عندي 100 كوبون، يعني 100 مره يتم استخدام هذا الكوبون. اليوزر الواحد مسموح له يستخدم الكوبون هذا لمره واحده فقط، فانت ممكن تحط الاوبشنز هذول. ممكن تحدد تاريخ الكوبون من تاريخ كذا لتاريخ كذا، يمكن الكثير اللي كان اشتغل تطبيق كريم كان يصلوا استخدم هذا الكوبون من تاريخ كذا لتاريخ كذا عشان تاخذ خصم على الرحلات. نفس الفكره هذه كلها مطبقه. هذا بس الفكره كنا نحكي عنها، موضوع الفاريانس عن كيف نبني واجهات الفاريانس زي ما بنيناها او زي ما شوبيفاي بنيها. هنا طبعا شغل له علاقه بايش الجافا سكريبت، انك انت تصير لما تدخل فاريانت اوتوماتيك يعمل لك جنريت للتيبل. تمام، هذه الشغله يعني خلينا نحكي الواجهه اللي تحت اللي شفناها لو بدنا نعملها بشكل شبيه بالشوبيفاي، لانها شيء صحيح شيء مريح للمستخدم، يعني بمجرد ما يحط الاوبشنز يطلع له جنريشن للفاريانس هذول. هذه الشغله لو انت بدك تبنيها اكيد محتاج مهاره في الجافا سكريبت اسالوا له اي. تمام، عشان تعملوا شغله زي هيك. طبعا في النهايه لما اجي اعمل ايديت لهذا الفاريانت انا بعمل له ايديت كواجهه كامله مستقله، فحكينا الفاريانت تقريبا شبه المنتج، لاحظوا له صوره وباقي التفاصيل تبعته. فانت مش شرط يعني لو انت بدك تشغل فاريانس وعندك مشكله في الجافا سكريبت مش قادر تنشئ هذه الواجهه، انت ممكن تعمل واجهه عاديه سمبل زر اسمه اد فاريانت وبدخل الاوبشنز وواحد بس، بهيك بصير يدخل فاريانت واحد واحد. هي اكيد الواجهه هذه اسهل للتعامل للمستخدم، بس زي ما حكينا بتتطلب يعني اكيد مهاره في الجافا سكريبت عشان تقدر تعمل جنريت للكود هذا بشكل تلقائي.